مصر تنتخب الرئيس، إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة. الوطنية للانتخابات تقول إن نسب المشاركة في أول أيام الاستحقاق الانتخابي فاقت التوقعات، وهيئة الاستعلامات تؤكد عدم وجود ملاحظات سلبية خلال عملية الاقتراع. خلال اجتماع لمتابعة مشروع مستقبل مصر، الرئيس السيسي وجه بمواصلة استكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكس على خطة الدولة للتوسع الزراعي وحماية الغذاء للشعب المصري. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. العاشر من ديسمبر من عام 2023 يوم مشهود في تاريخ مصر، أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وعلى مدى 3 أيام تستمر حتى الثلاثاء يقول المصريون كلمتهم أمام صناديق الاقتراع في هذا الاستحقاق الذي يتابع. صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 وسط إقبال مكثف من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب، وذلك نظرا للإقبال غير المسبوق. كانت العملية الانتخابية بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم على مستوى محافظات الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل. هذا وقد تم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفوز وإرسال المحاضر للجان العامة. We'll be right back.
شهدت محافظات الجمهورية توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024. يتنافس على الاستحقاق الرئاسي 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه السلم. ويبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع في مستوى الجمهورية 9376 مقار انتخابي، بها 11631 لجنة فرعية. قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، قال إن الإقبال على اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات. وأكد المستشار أحمد بنداري أن هناك إقبالا على الاستعلام عن اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية، موضحا أن 5 ملايين مواطن استعملوا عن لجانهم الانتخابية الرئاسية على موقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية، فيما استعلم 500 ألف عبر الرسائل النصية و500 ألف آخر عبر البريد. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاة احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين. تشهد مصر مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاقات الانتخابات الرئاسية 2024. تعد تلك الانتخابات 5 انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. هي ليست رفاهية أو اختيارا، بل هي واجب وطني ودستوري من أجل رسم ملامح المستقبل. المشاركة في الانتخابات حق أصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة وبما ينعكس من مردود إيجابي على بناء ثقافة الديمقراطية في مصر. المشاركة الواسعة من الناخبين في كل أرجاء الجمهورية هي الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الناخب على الأرض. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي الانتخابات التعددية 5 في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 من يونيو، أي خلال 10 سنوات فقط، مما يؤكد أن اتجاه الدولة يمضي في الطريق الصحيح نحو مباشرة الحقوق السياسية لكافة المواطنين، ويؤكد حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وربط مصالح الناخب بمصالح الحكومة. ومن هنا تسهم الانتخابات النزيهة في تحقيق أهداف التنمية على المدى الطويل، إذ ترسخ دعائم الحكم الذي يستجيب لاحتياجات الشعب. ولا شك أن إرادة الشعب التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع هي مصدر السلطة في الحكم الديمقراطي، كما أن مصر صاحبة الوعي الحضاري المتجذر في التاريخ، يعلم كل مواطن فيها أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين، وهو بلا منازع قاطرة الاستقرار والتنمية. أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. كما أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية، وأدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي محافظة الجيزة، وأدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع 5.
تكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية. وتعكس الانتخابات الرئاسية التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي يشمل 4 مرشحين، منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم 2 من الليبراليين. مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي تشهدها مصر باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. وتكتسب الانتخابات أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية. هذا المسار الجاد قد تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي شمل 4 مرشحين، منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم 2 من الليبراليين. ووفق الدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة. وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية، وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وكان مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة مشرفاً ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد، وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية من نسب للمشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة، مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول في الانتخابات، وذلك بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد. تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل على مدار 3 أيام، تليها في الإجراءات عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة. وللمعرفة أكثر حول إجراءات التصويت بالانتخابات يطلعنا عليها الزميل رجائي رمزي. أهلا بكم. تنطلق الانتخابات في الداخل لمدة 3 أيام. الإجراء التالي يتمثل في انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، إلى جانب قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، إلى جانب إعلان الحصر العددي للأصوات. تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومين للبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ثم تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية. بعدها يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون، ويتم قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة. وخلال 10 أيام يتم إجراء فصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الجمهورية والأخبار. تتوقف بعد ذلك الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة، لتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج لمدة 3 أيام، يعقبها توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات الإعادة في الداخل، لتنطلق ولمدة 3 أيام انتخابات الإعادة في الداخل. تنتهي بعد ذلك عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، إلى جانب إعلان الحصر العددي للأصوات ولمدة يوم واحد. تتلقى بعد ذلك الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة وتبت فيها، ثم يأتي الإجراء الأخير بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة، ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. وأضاف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد. وذكر رشوان أنه يشارك في تغطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل إعلام أجنبية، من بينهم 426 مراسلا مقيما و102 زائر لتغطية الانتخابات، ويمثل كل هؤلاء 110 مؤسسات إعلامية. وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية، متابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال فريق متابعة من حوالي 20,000 متابع ومتطوع للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد 7,630 لجنة في 27 محافظة، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وقد رصد متابع التنسيقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات، فيما تم رصد تفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية. تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالشكر والتقدير للشعب المصري على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصر. وأشار بيان التحالف إلى أن الشعب المصري أكد أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأي، وأن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكاف من الوعي وحب الوطن. كما أكد تحالف الأحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفة غير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومي وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم. تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادة تامة. كما تؤكد الشركة أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، وذلك من خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية بغرض توصيل الصورة للمشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كافة ربوع مصر. وقد رصدت غرفة المتابعة لأخبار مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة. وبناء عليه تنفي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتؤكد الشركة أنها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية، وذلك بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام من خلال الوسائل الرسمية لذلك. We'll be right back.
أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليست حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. دعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ما يليق بمكانة مصر، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهد في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادي. وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية هي حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، وأن انتخاب رئيس البلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كل التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلته من مجهودات خلال سير العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال تصريحات له عقب إدلائه بصوته الانتخابي بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد مدبولي أن هناك تاريخا جديدا يكتب لمصر بعد تحويل العاصمة الإدارية لواقع على الأرض. سعيد جدا ان انا النهارده يعني بمارس حقي الدستوري كمواطن مصري في انتخاب رئيس الجمهوريه للفتره الرئاسيه القادمه اعتبارا من 2024 حتى 2030. والحقيقه يمكن طبعا مصدر سعاده اخر الحقيقه ان احنا النهارده موجودين في العاصمه الاداريه الجديده، ويعني ان انا بمارس حقي الانتخابي من اللجنه احد اللجان اللي موجوده في العاصمه الاداريه. ويمكن بس عشان نبقى كلنا حاسين بهذا الإنجاز العظيم اللي عملته أيادي مصرية، إن هذا المكان منذ 6 سنوات لم يكن أكثر من خرايط، وكنا لسه بنبدأ بدايات وضع أول يعني خطوات تنفيذية في تنفيذ هذا المشروع الحلم لمصر كلها. النهاردة الحمد لله بقى أمر واقع. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.
وخلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية بمقر لجنته الانتخابية، أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن. وأدلى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. أدلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية. وأكد فضيلة المفتي عقب الإدلاء بصوته أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يظهر مدى الوعي بالتحديات التي يواجهها الوطن. كما جدد مفتي الجمهورية دعوته للشعب المصري لأن يظهروا للعالم كله إعلاءهم للمصلحة الوطنية عبر المشاركة الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات ودعم أركان الدولة. استقبال الناخبين في البحر الأحمر وفي الفيوم وفي أسيوط وفي جنوب سيناء وفي منطقة القاهرة في شرق القاهرة وفي جنوبها، ما زال التصويت مستمر في الكثافات المتواجدة حتى آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب بيمكن من الإدلاء بصوته، ولا يتم غلق اللجان إلا مع مغادرة كافة الناخبين المتواجدين في جمعية الانتخاب. دلوقتي بعد إذن حضرتك معانا معالي صالح بيه رئيس اللجنة العامة في اسم ثاني مدينة نصر. الوضع عند حضرتك، ممكن تحطنا علما أخبار الكثافات وهل مستمرين ولا تم الغلق؟ معالي صالح بيه، الصوت مقفول. معالي صالح بيه، معالي حسن، معالي علي بيه غلاب، أخبار سيادتك رئيس اللجنة العامة في 6 أكتوبر. أيوة سيادة الرئيس، تمام سعادتك. العملية الانتخابية تمت بانتظام ولسه ما زال في كثافات موجودة في اللجان. تمام. هم عدد 19 لجنة ولسه في ناس موجودة شغالة في اللجان لحد آخر واحد خلاص هيقتلوا اللجان. تمام يا باشا، احنا مع حضرتك لغاية تمام الغلق. يعني سيادتك عندك 19 لجنة فرعية؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم، في اي مشكلات واجهت سيادتك خلال اليوم؟ تمام تمام، هو متابعه بس الغلق وغلق اللجان وتحريز الصناديق ووضعها في غرف خاصه لتمام الاحتفاظ بيها. يعني شكرا جزيلا سيادتك. معالي صالح بيه اتفضل يا فندم، لو سيادتك بس افتح الصوت. الصوت مقفول عندك يا معالي صالح بيه. صالح بيه الصوت مقفول. ايوه كده اتفضل يا فندم. ازي سيادتك يا فندم؟ حضرتك رئيس اللجنه العامه في تاني اسم مدينه نصر. الصوت قفلته تاني يا فندم. تمام، الصوت مقفول يا صالح بيه، الصوت مقفول. تمام.
طب هرجع لسيادتك تاني. طيب معالي المستشار خالد فتح الباب، رئيس قسم، رئيس اللجنه العامه في قسم حلايب البحر الاحمر. تمام معالي المستشار، مع سعادتك. ومنا فندم اخبار حلايب عن سيادتك وكم لجنه فرعيه تبع اشراف سيادتك؟ هو سعادتك اللجنه الفرعيه لجنتين فرعيتين في قسم حلايب المعنى. تمام يا فندم. مقيد فيهم 4774 ناخب يا معلم. تمام يا فندم. بلغت نسبه حضور برضه غير مسبوقه الحمد لله بالنظر لطبيعه المكان. تمام يا فندم. بالنظر طبعا سعادتك. لا بالتوفيق. تمام يا فندم، تمام. يعني بالتوفيق، ولو متابع مع حضرتك يعني. وهل مستمرين لسه الاختراع ولا قفلت بقى في تمام الساعه 9؟ لا، هي اغلقت اللجنتين في تمام التاسعه. طب مع الشكر يا فندم، شكرا، ومتابعين مع حضرتك بكره ان شاء الله. شكرا معالي خالد بيه. معالي المستشار محمد بيه تيمور، رئيس قسم، رئيس اللجنه العامه في قسم القصيمه العريش. الوضع عن سيادتك؟ تم البدء في المواعيد المقررة سعادة المستشار، وتم التواصل مع اللجنة الفرعية. تمام فهم. وتبين ان مفيش اي معوقات الحمد لله، وتم الغلط في المواعيد المقررة. تمام يا فندم. حتى اخر لحظة اتصلت. شكرا جزيلا لحضرتك، متابعين مع حضرتك بكرة ان شاء الله. مع المستشار خالد بيك عمار، رئيس اللجنة العامة في قسم الطلبية الجيزة. الوضع سيادتك. مساء الخير يا باشا، وتحياتي لسيادتك ولجميع الساده الزملاء. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل يا فندم. سعادتك اللجنه العامه رقم 5 قسم الطلبيه بتضم 19 لجنه فرعيه داخل 12 مقر انتخابي، من ضمنهم 4 لجان وافدين. سعادتك تم فتح اللجان في مواعيدها صباحا، وانتظم العمل في اللجان، وبعدين توافد الناخبين يعني منذ الساعات الاولى، وزاد عدد الناخبين من بعد تقريبا الساعه 1 الظهر ولغايه نهايه اليوم. تم متابعه جميع اللجان سعادتك، ولم يتبين اي ملحوظات او عقبات. تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل. يعني تمام، كل اللجان قفلت ولا ما زالت في تصويت في بعض اللجان اللي فيها كثافات مستمر؟ لا يا معلم باشا، كل اللجان سعادتك قفلت بالظبط في المواعيد. يعني تمام، يعني انتهت من كل الناخبين المتواجدين. انتهت من جميع الناخبين اللي موجودين في جمعيه لجنه العمليه كلها بخير على اليوم الاول. شكرا يا فندم، شكرا. معالي المستشار خالد بيه المسلمي، رئيس اللجنه العامه بمصر الجديده. الصوت يا معالي خالد بيه، الصوت. الصوت مقفول يا فندم. مساء الخير سعادة احمد بيه، وتحياتي لجميع الزملاء. الصوت واضح كده؟ تمام يا فندم، تمام يا فندم، اتفضل. بيه اتفضل يا فندم. واضح الصوت؟ واضح يا فندم، واضح. حضرتك عدد تمام يا احمد بيه، عدد اللجان الفرعيه بدايه اسم مصر الجديده اللجنه العامه 14، عدد اللجان الفرعيه 25، الانتظام العمليه الانتخابيه، وما زالت بعض اللجان الفرعيه وعددها 5-6 لجان، التصويت مستمر فيها في جمعيه الانتخاب. تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل مع حضرتك، ومتابعين لغايه انتهايه الغلق بتمام الغلق الصناديق ووضعها في الغرفه للحفظ، الحفاظ عليها. شكرا يا فندم. ان شاء الله. معالي المستشار محمد بيه عزت، رئيس لجنه متابعه شمال سيناء. الوضع عن سيادتك وكم لجنه عامه تحت متابعه حضرتك بالفرعيات الخاصه بيها؟ شكرا معالي الوزير. اتفضل يا فندم. تحياتي لمعاليكم لكافة الزملاء الحاضرين معنا الاجتماع. احنا سعادتك عندنا 11 لجنة عامة تحتيهم 53 لجنة فرعية. تمام. الحمد لله سعادتك كله بدأ في الميعاد، وفضلوا شغالين لغاية آخر ناخب داخل الجمعية الانتخابية، وأغلقوا في المواعيد المقررة. تمام تمام فهمت. الحمد لله سعادتك العملية صارت بهدوء ومفيش مشاكل. الحمد لله. في كثافات معاليك المحافظه شهدتها خلال الساعات الاولى برضو زي بقيه المحافظات؟ طبعا سعادتك كان في اقبال في الساعات الاولى، وخصوصا على اللجان الوافدين. تمام فندم، مستمر العمل حتى تمام التاسعه وتمكين اللي موجودين. تمام سعادتك،
تمام عليك طبعا، وتمكين كل الموجودين داخل الجمعيه الانتخابيه حتى بعد الساعه 9. شكرا يا باشا، متابعين مع سيادتك من بوكر ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله معلم. معالي المستشار شريف بيه العقبي رئيس لجنه متابعه الجيزه. السلام عليكم يا احمد بيه، وتحياتي لحضرتك. الله يخلي سيادتك معليك. بس قبل ما نبدا، احنا وزعنا كارت برايل الحمد لله على كل اللجان، تفادينا المشكله اللي احنا واجهتنا في المنتصف. انتهت هذه المشكله. تمام يا فندم. كل اللي كانت تقريبا في ما عدا اكتوبر وبعض اللي كان في المنيره الغربيه. تمام. لا زالت شغاله حتى الان. تمام تمام. واللي كان العامه كلها 26 لجنه عامه. تمام. الحمد لله بنتابع حتى الزملاء ورؤساء اللجان العامه، وبدا في بعض اللجان بنسبه عاليه جدا بدات تغلق الصناديق وننتهي من التصوير. تمام، متابعين مع حضرتك طبعا. لو في احتياج لاي اوراق اقتراع او حاجه عشان نبتدي نرسل الدعم. اه مع سيادتك حضرتك، مع الشكر والاستمرار. شكرا يا فندم لحضرتك جزيلا. معالي عبد الغفار بيج عبد الله رئيس لجنه تاني الغردقه البحر الاحمر. صوت يا معالي عبد الغفار بيه، الصوت مقفول يا فندم. صوت مقفول. احمد بيه اتفضل يا فندم. احمد ازيك يا فندم، الله يكرمك. احمد بيه، انا عندي 29 لجنه في البحر الاحمر في اللجنه الثانيه. اسم ثاني مقيدين فيها 124492. كثافه الحضور كانت ممتازه جدا. 29 لجنه حاليا لسه مختارين دلوقتي، في لجنتين لسه شغالين بالفعل كثافه الحضور. فعلا في الغردقه تاني لجنتين لسه ما زالت مستمر العمل بيها. لسه ما زالت بالظبط. فيهم كثافه الحضور عاليه جدا جدا يعني، فالحمد لله لكن شغالين متابعين معاهم لغايه اما يتم الغلق مع نهايه اخر ناخب يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. بشكر حضرتك على المتابعه يا فندم. شكرا يا فندم. معالي صالح بيه، شكرا فندم. معالي صالح بيه رئيس لجنه اسم تاني مدينه نصر، منتابع مع حضرتك وبشكر حضرتك جدا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا معالي صالح بيه. واضح ان المشكله في الصوت يا فندم. نعلي الصوت. يا فندم. ايوه كده. تمام يا فندم. تمام. الكثافات عند سيادتك ما زال التصويت عند سيادتك. تمام يا فندم. تمام يا فندم بالتوفيق. ما زال التصويت مستمر في اللجان الفرعيه التابعه لحضرتك؟ لا، ما زال التصويت مستمر بعد الساعه 9. يا فندم ما زال التصويت مستمر في اللجان الفرعيه التابعه لحضرتك ولا يا فندم؟ تمام يا باشا، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم، ومتابعين مع حضرتك وباكر ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم. تمام. تمام تمام يا فندم، بشكر سيادتك على المتابعه والاشراف يا فندم، واحنا متابعين مع حضراتكم. احنا دلوقتي يعتبر في جزء كبير من اللجان الفرعيه تم غلقها، ومع تمام نهاية كافة الناخبين المتواجدين في جمعية الانتخاب، وما زال بعض من اللجان الفرعية في بعض من المحافظات مستمر الانتخاب فيها وتمكين كافة الناخبين المتواجدين، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بغلق كافة اللجان، وناخد تمام بيها إن شاء الله لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفة مغلقة، وبيتم وضع حراسة لازمة عليها. الامور الحمد لله في اليوم الاول كانت فيها ابهار في الـ في الـ في, الـ في التواجد من مجموع الناخبين، وما زال واحنا برضو يعني بنشكر كافه الناخبين اللي توجهوا للادلاء باصواتهم وشاركوا في هذا العرس وبشروا حقوقهم السياسيه، وبندعو كافه الناخبين للاستمرار في التواجد خلال الايام القادمه في اليوم الثاني والثالث لاستكمال هذا العرس ومباشره حقوقهم السياسيه. انا بشكر حضراتكم المتابعه، ومستمرين ان شاء الله من اليوم بدايه اليوم الثاني، ونطلع حضراتكم على كافه المستجدات اول باول.
شكرا جزيلا لحضراتكم، وانا بشكر حضراتكم وان شاء الله متابعين مع حضراتكم اول باول. شكرا يا فندم، شكرا مع المستشار، شكرا يا فندم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، ما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار متابعة الرئيس السيسي لجهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج الطاقة المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وكذا إنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها. الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع وبالأخص الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المولدة ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل بشكل مستمر على إتاحة مزيد من التيسيرات والحوافز التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تخصيص الأراضي المقرر إقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باتخاذ إجراءات تسهم في التجديد بشكل نهائي للأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها. Give me the air.
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت أيضا منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 وإصابة العشرات. جنوبا، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطئ مدينة رفح الفلسطينية. وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية. استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات وعدد من المفقودين. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، وشنت طائرة الاحتلال غارات عنيفة في دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي والزويدة وسط غزة وعدة مناطق في شمال القطاع. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة 9 مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما أميرة وأدى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة 9. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر 2023. وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5% ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% والخضروات بنسبة 4.7%. أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع استجابة لارتفاع أسعار النفط، لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه وأنهى التعاملات على انخفاض. وأصعد المؤشر السعودي بنسبة 6%، فيما تراجع المؤشر القطري بنسبة 7%. كانت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، ارتفعت أكثر من 2% الجمعة الماضية بعدما دعمت بيانات أمريكية توقعات نمو الطلب. ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل، أي ما يوازي 4.5 مليار دولار في نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة حماس في غزة. وأضافت الوزارة أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع العجز خلال 12 شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لمنح الدول الأعضاء السلطة لتعليق واردات الغاز من روسيا وبيلاروسيا، وعلى الرغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي خفضوا تدريجيا اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية بعد بدء حربها مع أوكرانيا قبل نحو عامين، إلا أن دول التكتل الموحد لا تزال تحصل على عشر إمداداتها من الغاز، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من موسكو. وفي الربع الثالث من العام الجاري شحنت روسيا حوالي 12% من إجمالي واردات الغاز بالاتحاد الأوروبي.
انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكما أميرة وأدى. شكرا لك شروق. اتهمت الفلبين الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد والاصطدام بهما في بحر الصين الجنوبي. وأشارت الفلبين إلى أن واحدة منها تعرضت لضرر بالغ في المحرك. وصفت الفلبين التصرفات الصينية في بحر الصين الجنوبي بأنها غير قانونية وعدوانية. والآن وقفة رياضية من نشرة التاسعة. الوقفة الرياضية مع شروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكم مجددا أدا وأميرة، أهلا بحضراتكم مرة أخرى وأخبار الرياضة محليا وعالميا. يحل الآن فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ضيفاً على نظير اتحاد العاصمة الجزائرية في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدوري المجموعات، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعات برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف خلف اتحاد العاصمة. فرض فريق بيراميدز التعادل بدون أهداف على مضيفه ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي على ملعب مدينة بريتوريا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا. بتلك النتيجة رفع سانداونز رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، وخلفه الكونغولي في المركز الثاني ونوازيبو الموريتاني في وبيراميدز بفارق الأهداف. غلب مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 على حساب مضيفه لوتون تاون في اللقاء الذي أقيم ضمن مباراة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز 18. في مباراة أخرى زاد إيفرتون معاناة ضيف تشيلسي بالفوز عليه بهدفين نظيفين ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهبط تشيلسي من المركز 12 بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز 17، وهو الذي تم خصمه 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف. انتهت جولتنا الرياضية، وعودة من جديد إليكما أدا وأميرة. شكرا لك شروق. استضافت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أسبوع الفيلم الفلسطيني، حيث أعرب المجتمع الفني الإندونيسي عن تضامنه مع القضية الفلسطينية. عرض خلال المهرجان العديد من الأفلام الأرشيفية ذات الطابع الفلسطيني التي تم إنتاجها ما بين عامي 1964 و1983. تضمنت الأفلام أرشيف أفلام طوكيو الذي تم تخزينه في اليابان لأكثر من 30 عاما، وكذا سلسلة أفلام روائية تم إنتاجها ما بين عامي 1973 و2019. الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. عودة مرة أخيرة إليك شروق. شكرا أميرة وأدا. مرة أخيرة مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع
خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، الإسكندرية 24-14، مطروح 21-13، بورسعيد 22-14، الإسماعيلية 24-12، والسويس 24-13، العريش 24-11، طابة 23-13، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 25-16، الأقصر 27-11، أسوان 39-13، الوادي الجديد 28-8، شلاتين 30-23، حلايب 27-23. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن موعدكم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. انتهت نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. مصر تنتخب الرئيس، إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة.
الوطنية للانتخابات تقول إن نسب المشاركة في أول أيام الاستحقاق الانتخابي فاقت التوقعات، وهيئة الاستعلامات تؤكد عدم وجود ملاحظات سلبية خلال عملية الاقتراع. خلال اجتماع لمتابعة مشروع مستقبل مصر، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة استكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع، ما ينعكس على خطة الدولة للتوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري. مشاهدينا الكرام، انتهت أخبار التاسعة، لكن التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا آدة، ازيك يا أميرة، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ كله يعني كويس؟ كله تمام. جميل جدا، حاجة مشرفة جدا، مظهر حضاري بشكل كبير، يمكن لأول مرة انتخابات رئاسية بتحمل طابع مختلف، فيها مرشحين يعني بيحملوا ميول مختلفة، يعني هناك اثنين ليبراليين وأيضا مستقل ومعارض، يعني يمكن من المرات القليلة اللي بنشوف فيها تنوع صح. للمرشحين الانتخابيين فيها تنوع حقيقي وفي إقبال عظيم صحيح. على اللجان، وهو ده اللي بيدعو للفخر، يعني مشهد الإقبال على عدد من اللجان الانتخابية في كافة محافظات مصر، وده بشهادة يعني كثيرين في كل المحافظات، إنه ناس كتير حتى يعني راحت علشان الانتخابات النهاردة، لقيت فيه يعني طوابير كتيرة على اللجان الانتخابية، وده الحقيقة بيعكس الوعي المصري يعني بأهمية المرحلة اللي بنمر بيها. يمكن حتى زي ما بتقول الهيئة، المشهد والإقبال فاق حتى التوقعات صحيح. يعني إقبال مذهل وحاجة تفرح يعني صحيح. إن شاء الله بكرة وبعده يبقى الإقبال أزيد من كده. أشكركم أولا، شكرا أدا، وشكرا أميرة، طيب وأشكركم يا رب بالتوفيق يا يوسف، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.